جدة، حيث ينضم إلينا الأكاديمي والباحث السياسي السيد محمد خالد باطرفي من جدة بالمملكة العربية السعودية. سيد محمد، يعني كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوات الآن والتي جاءت بعد فترة شهدنا خلالها يعني سياسات قطرية وسلوكا قطريا مثيرا للجدل وكذلك مثيرا للانتقادات والإدانات؟ بس تصحيح بسيط، انا الدكتور باطرفي وليس محمد نعم خالد. آسف. ما في شك ان دول الخليج يبدو استنفذت كل اوراقها او كل محاولاتها مع قطر. حسب ما فهمت انه كانت اخر محاولة في الرياض قبل قمة ترامب، وان قطر يعني قدمت لها ما لدى دول الخليج من أدلة ومن قلق حول تواجد بعض الجهات والمنظمات التي تعتبر هذه الدول إرهابية على أراضيها، ودعمها واستضافتها لمعارضين لهذه الدول أحيانا في قطر نفسها وأحيانا في لندن أو في غيرها من الدول. ويبدو أن القطريين هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، كما رفضوا أن يستبعدوا هذه العناصر أو هذه الأحزاب والجهات الغير مرغوب فيها لدى دول الخليج من أراضيها، باعتبار أن هذا أمر من أمور السيادة. وربما ذكر قادة الخليج قطر أن هذا بالضبط ما تم الاتفاق عليه بعد أزمة 2014 وسحب السفراء، فليس هذا الأمر بجديد، وكان يفترض أن يتم الإبعاد ويتم قطع الصلات مع هذه الجهات منذ ذلك التاريخ. على كل حال، حصل ما حصل، وجاءت التصريحات التي تقول قطر أنها مخترقة، ولكن في نهاية الأمر معبرة عن واقع السياسة القطرية. وحتى لو كانت هذه التصريحات لم تصدر، فإن الواقع يصدقها، طيب وطولبت قطر بأن تنفذ مرة أخرى، وكانت آخر محاولة في الكويت بالوساطة وهنا الكويتية، سيد ويبدو أنها لم يعني تنجح. دكتور بطرفي، يعني وهنا نتساءل يعني إلى أي حد قد تفهم هذه الخطوات قطر بأنها لا تستطيع الاستغناء عن محيطها الخليجي؟ في النهاية قطر جزء من هذا النسيج الخليجي اجتماعيا وجغرافيا وتاريخيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا. هي لا تستطيع أن المحيط، والنتائج التي نراها اليوم تأثيراتها على البورصة، على السندات السيادية القطرية، على الأسواق، على الطيران، على حركة الطيران، على كل ما تعتمد عليه قطر. فقطر هي جزء من هذه المنظومة، وخروجها أو تعطل صلاتها بهذه المنظومة لا شك سيكون له تأثير كبير جدا على المجتمع القطري والاقتصاد القطري. يعني وأيضا وجود قطر في هذا النسيج كما تحدثت دكتور، يعني أن لدى دول الخليج الكثير من الأوراق لاستخدامها إذا ما استمرت قطر في مسارها. بالطبع، يعني هي الآن مجرد قفل الحدود البرية والبحرية أمام حركة النقل ما بين قطر ودول الخليج ومن خلالها إلى دول العالم، هذا يكلف قطر الكثير. يعني الخطوط الطيران القطرية تعتمد اعتمادا رئيسيا على الراكب الخليجي، على المطارات الخليجية، على لأن هي دولة ترانزيت. يعني المطار الدوحة الدولي هو ترانزيت ما بين الشرق والغرب، فإذا أغلقت المسار السعودية فقط، الأجواء السعودية إذا أغلقت، يصبح على خطوط الطيران القطرية أن تمر عن طريق إيران والعراق وسوريا، وهذه مناطق يعني خطرة، لتصل حتى إلى بيروت. الرحلة التي تستغرق ساعتين ستستغرق 6 ساعات، يعني خسائر، يعني توقف ما تعتمد عليه قطر، وهي الخدمات اللوجستية ما بين الشرق والغرب. فأنا أعتقد أن الأمر لن يطول، وأن على قطر أن تراجع حساباتها من جديد، فأن تخسر إيران خيرا من أن تخسر دول الخليج وعلاقتها بهم.
يعني دكتور، يعني بعد التصريحات التي نسبت لأمير قطر ورد الفعل الخليجي عليها، شهدنا يعني خطوات يعني معاكسة من قبل الدوحة، والتي اتجهت باتجاه طهران باتجاه التقارب مع إيران. هل يمكن فعلا أن نتوقع خطوات مشابهة من قبل قطر بعد هذا بعد هذه الخطوات الأكثر قوة وصرامة من قبل الدول الخليجية ومصر؟ لا، أنا أتوقع أن إيران لن تغنيها بشيء. يعني التجارة القطرية الإيرانية في النهاية محدودة. ماذا عند إيران لتصدره إلى قطر، وماذا عند قطر لتقدمه لإيران؟ يعني التجارة ما بين دبي وإيران أكبر بكثير بمراحل من التجارة مع قطر. أيضا كما قلنا، يعني الأجواء، قفل الأجواء البرية والبحرية والجوية سيخنق قطر تماما، لأن إيران ليست لها حدود مباشرة مع قطر، وبالتالي لن تكون ذات فائدة. إيران نفسها تحتاج إلى من ينقذها من الأزمات الاقتصادية التي تعيش فيها، المقاطعة الاقتصادية الدولية لها والتي تزداد يوما بعد آخر. فالتعلق بغريق هو غرق في حد ذاته، نعم، ولكن أعتقد أنه لا بديل لقطر إلا أن يراجع الأخوة هناك أنفسهم، وأن يستجيبوا للمطالب المشروعة من دول الخليج. نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور خالد محمد بطرفي، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من جدة. نذهب مشاهدينا الكرام إلى دبي مرة أخرى، والسيد أحمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد إبراهيم، يعني